une petite traduction à Anthony Yahya pour qu'il comprenne ce qu'a dit Abdelaziz Belkhadem. Lorsque le ministre d'État a vu le but de Yahya contre le Soudan, il a imaginé les voix de 36 millions d'Algériens, d'est en ouest, de nord au sud, crier à l'unisson. Et il a dit que ce cri-là, on l'aurait entendu de la Suède jusqu'en Afrique du Sud. إذن نيابة أيضا عن رؤساء الأندية نطلب من السيد عبد الحكيم سرار تقديم كلمة بمناسبة هذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نيابة عن إخواني رؤساء الأندية، نتقدم بشكرنا الخالص لفخامة رئيس الجمهورية بمناسبة السنة الأولى من الاحتراف في الجزائر. الشيء الوحيد إن شاء الله أغلب رؤساء الأندية وكلهم نتأقلم مع هذا الوضع الجديد، بدون شك هو صعب وصعب كثير، ولكن إن شاء الله بالإرادة نستطيع أن ندخل عولمة كرة القدم ونطور هذه الكرة لنرقى إلى المستوى الدول الكبيرة في كرة القدم. وشكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا إذن سيد حكيم سرار بالتوفيق لكل الأندية الجزائرية. في الهدية الأخيرة للسيد عبد العزيز بالخادم، تلك المقدمة من مدير يوميتي الهداف ولوبيتور بهذه المناسبة. شكرا لكم سادتي الكرام. الآن وصلنا إلى اللحظة التي تنتظرونها جميعا، لحظة الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية الجزائرية العاشرة. خمسة أسماء كانت مرشحة لنيل هذه الكرة، سنكتشف الخماسي وبعد ذلك نعود. شاهدنا جابو عبد المومن بفضل كل ما قدمه مع اتحاد الحراش في موسم استثنائي وانضمامه إلى المنتخب الجزائري،
حسان يبدا الذي قدم إضافة كبيرة للمنتخب الجزائري وأظهر إمكانيات كبيرة حاليا يتقمص ألوان نادي نابولي. هناك أيضا رفيق حليش الذي لعب دورا بارزا في المونديال وفي الإقصائيات أيضا. هناك مجيد بوغرا وهناك فريد الاسم الخامس كريم تمور. كريم مطمور اللاعب المميز ولكن صاحب الكرة الذهبية العاشرة موجود في هذا الظرف الذي قدم إلي. سنكتشف بطبيعة الحال اسم صاحب الكرة الذهبية العاشرة بطبيعة الحال. الاختيار صعب بين هذا الخماسي. طبعا صاحب الكرة الذهبية الجزائرية في نسختها العاشرة فريد هو الماجيك مجيد بوغرا. طبعا مجيد بوغرا ريسيديف دونك après avoir remporté le trophée en 2009. Il revient cette année, on découvre des images du lauréat Majid Bouguerra. سنشاهد صور مجيد بوغرا وبعد ذلك un doublé pour Majid Bouguerra. C'est difficile déjà pour un défenseur de remporter le ballon d'or parce que dans l'esprit des gens, c'est les attaquants et les milieux de terrain qui sont privilégiés. Alors c'est encore plus dur de le remporter deux fois de suite. Majid Bouguerra l'a fait, félicitations. Et bien sûr, avec tous les trophées, tous les titres que vous avez remportés cette année, participation à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde, le titre de champion avec les Rangers, la Coupe de la Ligue avec les Rangers, c'est le cinquième titre que vous remportez, le titre de meilleur joueur algérien de la saison. بلغة الأرقام بلغة التألق فوق أرضية الميدان بكل المقاييس استحق مجيد بوغرا الكرة الذهبية التي سيتسلمها طبعا للمرة الثانية على التوالي من الممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بالخادم من نجم الريال أيضا بوتراغوينيو ومن المدير العام ليوميتي الهداف ولوبيتر هذا الثلاثي. Également, nous invitons à l'occasion de ce 10e anniversaire du Ballon d'Or les anciens lauréats du Ballon d'Or à assister à cette remise. Il y a bien sûr Jamal Belmadi, le premier vainqueur historique. Il y a également Amar Amour, il y a Moussa Saïb. Il y a Bilal Ziri, Karim Ziani est absent malheureusement, ainsi que Ali Ben Arbia. Et également, nous invitons Rafik Saifi à venir également partager ces moments. Les anciens vainqueurs du Ballon d'Or. حتى تعيش وتقاسم الماجيك مجيد بوغرا فرحة التتويج بالكرة الذهبية الجزائرية في نسختها العاشرة. إذن في هذه اللحظات بالذات أعتقد بأن الكل سعد فريد. Oui, mais il manque quelqu'un qui tient à être de la partie. C'est Abdel Wahab Bouguerra, le papa de Majid Bouguerra. Il veut partager la joie de son fils. Alors nous invitons Abdel Wahab Bouguerra à venir assister à cette remise. Le 10e ballon d'or, El Hadef, le buteur, qui sera remis à Majid Bouguerra. وسط حضور كل هذه الشخصيات والوالد والممثل الشخصي لفخامة رئيس الجمهورية طبعا بعد التحية مباشرة ستسلم الكرة الذهبية والعناق الحار بين الوالد والابن في مشهد مؤثر جدا. هي هكذا
الفرحة فرحة الابن والوالد أيضا. نطلب إذا من سادة الكرام تقديم الكرة الذهبية السيد نبيل عمرة طبعا بوتراكوينيو والمنتدى الشخصي فخم رئيس الجمهورية. تفضل إيميليو.